مساكم الله بالخير. الذكاء الاصطناعي والازعاج حوله، الحديث تقني بالاضافه لتواجد صداع عندي، فارجو انك تطول بالك. اذا انت مو بالمود هذا لا طالع سنابات اليوم من فضلك. اولا ذكرت مده طويله، واكيد كثير من الشهود على العصر يشهدون باني ذكرت ان المستقبل للويب وليس لانظمه التشغيل. والدليل على هالكلام ان الويب يسود وانظمه التشغيل تموت. اللي عنده ويب سايت سنة 1999 لا زال الويب سايت عايش لليوم، بينما اللي عنده تطبيق أو برنامج في ذلك الوقت قد لا يكون البرنامج عايش لليوم. من الأشياء المزعجة التهويل بالتقنية، الذكاء الاصطناعي يسحق ويقتل ويذبح استخدام كلمات مو محلها في تقنية موجودة وإحنا عايشين معها صارنا سنين. مو بالإزعاج هذا مال أميين التيك توك وأميين إنستغرام وغيرها، مو بهذا الإزعاج الذكاء الاصطناعي. أوكي، وناخذ فقرة لما استفدنا منه سابقا. مثلا الذكاء الاصطناعي المفروض طبعا له تعريفات وله مصطلحات وله غيرها. المفروض انه طبعا ما لقيت شيء مقنع للحين من التعريفات، لكن من التعريف اللي انا وصلت لها، سوفتوير، استخدام سوفتوير والهاردوير والمعلومات الموجودة للحصول على افضل نتيجة ممكنة او التفوق عليها. يعني ممكن يكون عندك مجموعة كبيرة من النتائج، باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم التفوق على النتائج الموجودة. المفروض الذكاء الاصطناعي موجود بحياتنا من زمان، لكن يمكن مو موجود كتعلم آلي أو مو موجود كتعلم متراكم. هو موجود لخدمات معينة وعنده إمكانيات. مثلا الذكاء الاصطناعي في التعامل مع بطارية الهاتف، هو راح يعرف أنت متى تنام، يدرس الأوقات اللي الجهاز يكون فيها سليب وما في صوت حوالينك، يحاول يدرس موضوع البطارية، ينزل 5G إلى 4G، يشغل واي فاي في حال تواجدك بأماكن معينة. فالذكاء الاصطناعي عند استخدامه في باتري أوبتمايز حصلنا على مجموعة من النتائج، لكن هل هذه النتائج عبارة عن معلومات متراكمة على أساسها يتم صقل خبرات هذا الذكاء؟ غالبا لا. من الأشياء اللي موجودة سابقا يتم استخدامها الأوامر الصوتية مثلا. يعني الأوامر الصوتية مفروض أنها جزء من الذكاء الاصطناعي. التعلم الآلي هو النقطة الفاصلة ما بين الأوامر الصوتية الذكية اللي تجاوب على أسئلتك وما بين إمكانية التعلم من المعلومات الحالية. يعني النقطة الفاصلة في أنه يكون موضوع ذكي بأن الآلة لازم تتعلم. في عندنا هراء حالي للذكاء الاصطناعي، هراء على الساحة. يعني مثلا أنا استخدمت برنامج الذكاء الاصطناعي للفيديو الفلاني والذي حذف الخلفية الفلانية، يعني مجموعة ناس طلبت من الذكاء الاصطناعي أن يحذف الخلفية فحذفها. يا حبيبي هذا مو ذكاء اصطناعي، هذا مو ذكاء. أنت دشيت موقع، الموقع هذا فيه ميزة إدت فيديو أو إدت للصورة، أعطيته أمر بالشات احذف لي الخلفية، بدال لا تسوي بيدك أعطيته أمر. هذا مو ذكاء اصطناعي. الذكاء اصطناعي هو تعلم الآلة. الآلة لازم تتعلم. إذا جيت بكرة هل في تطور على مشروع إنه حذف الفيديو بالخلفية؟ راح يحذف. هذا أمر، هذا إدت فيديو، إدت من خلال شات، مو ذكاء اصطناعي. شات جي بي تي والزحمة حوالينا، أنا والله كتبت حق شات جي بي تي رد على الإيميل فرد على الإيميل، يا ابن الحلال. هذا أوتو جنريت، يعني هذا مو ذكاء اصطناعي يا أخي الكريم. الذكاء الاصطناعي ان الاله تتعلم. شنو تعلم هذا اللي قدامك؟ بدون تواجد معلومات عنده ما راح يتعلم. حتى المعلومات اللي عنده قديمه صار لها 3 سنين، يعني مضت. المفروض يتم تزويد الذكاء الاصطناعي بالمعلومات اول باول، على اساسها ممكن يعطيك معلومات اكثر دقه وصحه ويحللها بشكل سليم. اما اذا المعلومات اللي عنده قديمه وخطا، اذا كان في مقاله ضخمه علميه خطا، راح يبني الذكاء الاصطناعي معلومات على الخطا. جوجل فوتو اعطى معلومات لجامعه هنديه، أعطاه تقريبا 1 مليار صورة، أكثر بعد، لا أكيد إنه أكثر. أعطاه العدد هذا من الصور، فالجامعة تبي تحلل هذه الصور، فقالت أعطت للجوجل فوتو المعلومة التالية: إذا كانت الأعين بارزة ولونها أصفر فهو يعاني من المرض الفلاني، إذا كانت الأعين في الداخل فهو يعاني من كلى، وهكذا. أنت الحين أعطيت أمر لشات جي بي تي من هو العالم الفلاني، فقال لك هو عالم فلكي، هو كذا كذا، الكلام هذا اللي هو اعطاك اياه مو ذكاء اصطناعي، هذه معلومات اونلاين هو جاوبها. متى يكون ذكاء اصطناعي؟ اذا هو راح بحث تاريخيا بالمعلومات كامله اللي موجوده واكتشف ان فلان مو مخترع كذا، يعني حسب المعلومات اللي عنده حللها جمع المعلومات كامله، قال لك يبقى كذب، الانسان كذاب والمعلومات اللي عندي تقول ان فلان المخترع. فانت استخدمت فيديو شال لك الخلفيه، استخدمت صوره، صممت بيت، ما ادري شو، هذا مو ذكاء اصطناعي، هذا ميزه سوفتوير هاردوير، هذا ليس ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ان انت تعلم الاله، اذا ما تعلمت الاله هذا مو ذكاء اصطناعي. فخلاص يا جماعه والله خلاص، يعني اونلاين منزحم بالكلام الفاضي هذا، تعبت انا. يعني رتب الاوراق بشكل سريع علشان البطاريه عندي.
مستقبل الويب، شات جي بي تي انبنى على ويب، ما انبنى على تطبيق اندرويد ولا ابل. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يسولفون عنه كثير من الناس ليس ذكاء اصطناعي، هو استغلال سوفت وير وهاردوير. المفروض ان الذكاء الاصطناعي يستخدم المعلومات للحصول على معلومات افضل، اكثر دقه واكثر حداثه. ممكن بالذكاء الاصطناعي مال جوجل فوتو يتم علاج الايدز مثلا، او علاج مرض خطير من خلال تحليل الوجه اذا وصل هذا الليفل. هذا الذكاء الاصطناعي، لكن شال الخلفيه، شال ما ادري شنو، هذا مو ذكاء اصطناعي، هذا استغلال سوفت وير هاردوير. اجابه الاسئله، يعني شات جي بي تي انا ما اشوف انه شيء استثنائي مقدم على الساحه، هو شيء اذهل العامه من الناس، وهو شيء موجود سابقا وموجود عند المختبرات وموجود عند جوجل وفيسبوك، ما اشوف انه شيء عظيم تم تقديمه على الساحه. يعني انا قريت سطر تبعك اكثر من مره، وفي منطق كبير بان المفروض بما ان ذكاء، بان الذكاء قدرة على التكيف والذكاء هو إيجاد شيء جديد، بس اليوم يتم استخدام هذا الأمر لأمور الإنسان ما يقدر يستخدمها بشكل طبيعي. يعني مثلا إذا في مسألة فيزيائية سألتها الذكاء الاصطناعي فهو يقدر يجاوبها، يعني عامة الناس يقولون عنه أنه ذكاء اصطناعي، بينما هو تعلم من خلال الداتا ومن خلال الخوارزميات ومن خلال المعلومات اللي عنده، وما اكتشف شيء جديد. هو يكون ذكي إذا قدر يحل بشكل جديد على الإنسان أو على المطروح. نعم، البوتات صحيح في خلط ما بين البوت POT اللي موجود على واتساب واللي موجود على تليجرام، بان الناس يظنها ذكاء اصطناعي. هذا عباره عن اسئله واجوبه مسبقه، حتى الرد التلقائي على جوجل مابس مثلا، هذه عباره عن اسئله متوقعه واجابات متوقعه، او الامور اللي تتعلق بالارقام، اضغط رقم 1 اذا تبي كذا، واثنين ثلاث، هذا مو ذكاء اصطناعي طبعا. نعم اتفق معك، للاسف انه يتم اطلاق كلمه ذكاء اصطناعي بمكان غير صحيح. هو أنت تستفيد من كمية الداتا المجموعة والمحللة في تحسين حياتك أو تحسين السوفتوير والهاردوير. نعم ممكن الذكاء الاصطناعي يفيدك إذا جمع معلومات واستخدمها، يعني نفس باتر أوتومايز اللي أعطيتك فكرته. إذا أنت تنام الساعة 10 مساء وغيرك ينام 12، فمن خلال الذكاء الاصطناعي وجمع المعلومات هو خلى الساعة 12 جهازك يروح الوضع سليب، استنادا على المعلومات المجموعة من خلال الذكاء الاصطناعي، ولكن هو ما جاب شيء جديد، هو حل المعلومات عنده. المستقبل الويب، نعم مستقبل الويب للأمور التي تدوم. يعني مثلا لما نروح حق الأمور الممتازة العالمية، أمازون مبني على ويب، في منه تطبيق أندرويد، في منه تطبيق على أمازون، في منه تطبيق على هواوي. نروح حق سبوتيفاي مثلا، سبوتيفاي منصة موسيقية موجودة على الويب، موجودة على أندرويد، موجودة على أبل، لكن أساسها ويب. فالويب ما يموت، لذلك المنصات الثقيلة اللي تبي تدوم تستخدم الويب. الصورة اللي عليها شات جي بي تي، سؤالك عن المتصفح، هو متصفح كروم، بس إذا كنت تقصد هذا المكان شنو، هذا اللي هو شركة أوبن إي آي عندها منتج اسمه شات جي بي تي. النسخة اللي موجودة هي 4 اللي انت شفتها باشتراك شهري، تعطي مجموعة أسئلة، يعطيك مجموعة من الإجابة استنادا على الداتا اللي موجودة لغاية 2021 تقريبا. البحث العربي الإنجليزي طبعا العربي يا رجل، البحث العربي بدون ذكاء اصطناعي مزبلة اللي قدامك. لا اكيد انك لازم ما تبحث بالعربي، يعني العربي شي يقدم العربي، يعني مع احترامنا للغه العظيمه هذه، ولكن المحتوى العربي لا طبعا لا تبحث بالعربي بالتاكيد. يا هلا فيك. بالنسبه للمقطعات الصوتيه من الصفر، هو انتاج اي ماده من الصفر خصوصا المواد الابداعيه يعتبر ذكاء اصطناعي، وهذا الخطر القادم اللي يخافون منه اللي ينظرون بالمكان هذا، بان الاله لا تقدر على الابداع، فاذا الاله استطاعت الابداع في مشكله للانسان. اشوف ان الفتره الحاليه هي اقرب للاوتو جنريت، او يعني هي قاعد تاخذ مجموعه مقاطع وتعزفهم وتطلع مود معين، ما اشوف انها شيء صفري يضرب ومزاج عالي للانسان، بس يعني اتوقع اني غلطان، يعني اتوقع ان في شيء جديد راح يغير الحسبه هذه. يا اهلا فيك. ترى انا رديت بسنابه طويله لما خلصت، فالموضوع طويل. زيرو تراست منظومه امنيه لحمايه المنظمات الضخمه من خلال سوفتوير هاردوير وزيادة الخصوصية والحماية، زيادة الحماية تحديدا، بأن لما الموظف يتعرف على النظام لازم تكون الهوية حقيقية، المكان الجغرافي يكون مأخوذ، البصمة الحقيقية مأخوذة، الدخول، التحقق من الباسورد والدخول، يعني انعدام الثقة يعني أقرب ماله، بأن أنا مو واثق كل الوقت أتحقق، وكل الوقت لازم أتأكد أن هذا هو الطرف المعني. في منها مثلا سيرتيفايد دومين، بأنه ما يسمح لأحد أن يدش على سيرفر الشركة إذا ما كان آت دومين الشركة مثلا، وغيرها. يعني في طبعا هي خطوات طويلة، بس على الماشي راح تفهم هذه الفكرة. وعليكم السلام، طلعت لك رسالة تغير الباسورد. إذا الرسالة رسمية من سامسونج، يعني جهاز سامسونج أو جوجل طلعك من النظام،
ارجو انك تغير الباسورد مالك بشكل سريع وتحط باسورد صعب وما استخدمته قبل هالمره وتربطه بالدخول على خطوتين موبايلك وبايميل ثانوي وبتطبيق مثل اللي هو تو اوثنتيكيتر الدخول على خطوتين مثل اوثي او غيره. لا تستخدم مايكروسوفت اوثنتيكيتر ولا جوجل اوثنتيكيتر. لازم تغير الباسورد، موضوع جدي ترى. عليكم السلام. افضل لابتوب للالعاب، شوف اللي يقدم سعر مقابل الهاردوير هو لينوفو ليجند، يعني هذه السلسله هي اللي تقدم اقل سعر بالنسبه للهاردوير. اللي يقدم تبريد ممتاز وسمعه ممتازه هو سلسله ار او جي من ايسوس، واللي يقدم خلطه وسط ام اس اي، واللي يقدم شيء رخيص وتشوف هاردوير ويعجبك بعدين تنصدم ايسر. ما عليه الشباب ايسر بيزعلون، ما عليه تحملون، انا جربت عشرات الاجهزه، ايسر شوي مقلب بهالمكان. لكن طبعا انا اذا عندي فلوس راح اروح حق ار او جي. ممكن دل الانوير اذا انت فسقه، يعني ما اشوف انه ترى يقدم زياده عن ار او جي.